السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طالب محمد عبد السلام العيثان، الصف الثالث ثانوي في أكاديمية الكفاح في الأحساء. أنا طالب موهبة من الصف السادس الابتدائي وإلى الآن مكمل معاهم، صرت ليفل 4 في أولمبيادات الأحياء. قصة اكتشافي أن أهلي كانوا يبوني أصير طالب ممتاز وأصير طالب عندي طموح، فشافوا أن اختبار موهبة شيء عشان أكمل معاهم، عشان أدخل في موهبة، عشان موهبة شركة كبيرة وشركة معروفة. ففي البداية في صف السادس اختبرت الاختبار، وكان الاختبار بالعربي. طبعاً أنا طالب انترناشنال فكان شوي صعب علي، بس مع الجهد قدرت أجتازه. أول برنامج دخلت مع موهبة كان برنامج موهبة الإثرائي الصيفي، كان في مدارس الأنجال في الأحساء. كان برنامج بسيط وحلو. أنا دخلت في مجال الأحياء، طبعاً درسنا علم الإنسان والأنسجة والأشياء زي كذا. كان شيء علمك على حبك أو للعلم اللي أنت تبي تدخل فيه. فأنا كنت أبي أدخل في الأحياء منذ الصغر، فهذا كانت بداية انطلاق إليها. صراحة في البداية كانت الوالد والوالدة هم اللي يدعموني، بس لما كبرت وصرت في الأولمبيادات صرت أعتمد على نفسي أكثر، علشان هذا الشيء الوحيد اللي أقدر أعتمد عليه، الشخص الوحيد اللي أقدر أعتمد عليه، علشان في الأولمبيادات ما عندك إلا نفسك، أهلك وأبوك وأمك كلهم في البيت، أنت هنا في الجامعات تروح فيهم ما عندك أحد إلا نفسك، فلازم تعتمد على نفسك وتضغط على نفسك وتشد. استفدت إنه عرفت إن مستحيل شخص واحد يعرف كل شيء، ومستحيل شخص واحد يعرف يجاوب كل سؤال. فصار إنه أقدر أطالع في سؤال وأشوفه وأقدر أحلل السؤال بطريقة غير، حتى لو أنا ما أعرف المعلومة، علشان هو السؤال يمديك تحله لوجيكالي. فهذا الشيء اللي تقريبا تعلمت اكثر شيء في الاولمبيادات. التدريب اللي الحين قاعدين ناخذه قاعدين نتعلم على علم النباتات. فاول مره بسبب فيروس كورونا اول مره نشتغل مع الميكروسكوبات والتشريح، فتقريبا توني امس مشرح نبات وحطيته تحت الميكروسكوب، واقدر اشوف الخلايا نفسهم كيف الخلايا شكلها، والأشياء اللي نتعلمها في الكتاب أنا الحين أقدر أشوفها بيدي. هو شيء أنا أحس إنه مهم حيل، إنه في كورونا ما قدرنا نسويه، خاصة إننا جينا لجامعة الملك عبد الله، هنا يمدينا نتناقش ونشوف بعض ونتكلم مع بعض ونحل أسئلة مع بعض، خاصة إننا هنا في مكتبة، والمكتبة شيء مهم بالنسبة لي. كل يوم كل ليلة في المكتبة، ليلة قبل الاختبار حتى ليلة بعد الاختبار نحل الاختبار مع بعض، شيء ما تقدر تستغني عنه صراحة. أنا عشاني في آخر سنة لي في الأولمبيادات الحين، فإذا ما قدرت أحقق ميدالية ذهبية والله صعبة علي. فأحس طموحي أني أحقق ميدالية ذهبية في الاي بي او، ويكون فرحة مو بس لأهلي، حق المملكة والوطن كامل.